أهلا ومرحبا بكم أعزائي. النهاردة في الإكسل هنتكلم عن Dynamic Array Filter Function، ودي متواجدة ومتاحة في أوفيس 365 فقط. بفرض إن إحنا عندنا داشبورد مثلا، وهعمل فيه ريبورت، والريبورت عايز فيه أكبر 5 مرتبات أو 3 أو أي عدد معين، وعايز أخلي اليوزر هو اللي يحدد عدد الريكورد اللي تظهر فيه التقرير. قبل كده كان عندنا عدد من الدوال، ولكن للأسف كانت بتقابلنا مشكلة، وهي ان بتقف عند الفيرست ماتش اللي احنا عايزينه، وبتكون النتائج مش مظبوطة. تعالوا مع بعض ونشوف. لو انا مثلا عايز اكبر 5 مرتبات متواجدة، وفي التقرير بتاعي هيظهر مش بس المرتب، لا الاسم والإدارة اللي بيشتغل فيها. هنبتدي نتكلم على طول عن الدالة، وهي فلتر فانكشن، و اول بارامتر عندي هو التيبل كله. تاني حاجة انا عايز ان السالري، فلنفرض انه هنقول انه يساوي large، هنستخدم function اللي تجيب لي large افتح قوس برضو يساوي الجي 5، نقفل القوس بتاع اللارج، وادي القوس بتاع الفلتر فانكشن. كده هو جاب لي صاحب 5 اكبر مرتب، ما جابليش الخمسة كلهم، لان في الدالة وانا بدخلها قلت له انا عايز 5 واحد. طب حلها ازاي؟ حلها بسيط، ان انا بدل يساوي احط كل ما هو اكبر من او يساوي، في الحالة دي هيحدد لي او هيجيب لي الخمس اعلى 5 مرتبات. طيب من الملاحظ ان هو هنا جابهم بترتيبهم في الجدول، يعني مش مرتبين. هو صحيح هنلاقي دول، ولكن انا فلنفرض اني عايز اظهر المرتب الاعلى في الاول، فانا ممكن اعمل sort واعمله سواء كان sort لي العمود الثالث اللي هو فيه المرتب، واذا كان ascending او descending تصاعدي او تنازلي. في الحالة دي هو رتبهم بهذا الشكل. نلاحظ ان فعلا اول مرتب جابه. لو انا عايز ارتبهم بشكل تاني او باي حاجة تاني اقدر اعملها بعد كده. لو انا عايز اضيف ارقام مسلسلة على يسار الجدول مثلا، ممكن استخدم دالة سيكونس عند اول ريكورد يساوي سيكونس، والبارامتر بتاعي هيكون عدد السجلات اللي انا عايز اظهرها. دوس انتر، هو كتب لي ارقام مسلسلة من 1 لـ5. لو انا دخلت رقم هنا بدل الخمسة اكبر من الجدول، 80 أو 100 مثلا، احنا عدد السجلات عندنا محدود ما فيش كتير، لو انا دخلت رقم اكبر هي المفروض هيطلع ايرور هنا. فازاي اعالج هذه المشكلة؟ اجي عند الخلية اللي انا دخلت فيها المعادلة، وممكن اعالج هذا الموضوع بعد يساوي اكتب if وافتح قوس واقول count. اذا كان الكاونت لي سجلات اقفل القوس
أكبر من الرقم بتاعي، ففي الحالة دي مفيش مشكلة أطلع السيكونس، إن ما كانش أقول طلع رسالة خطأ تفيد إن ده رقم كبير large number مثلا. في الكوز ضعيف. طيب لو انا عملت 90 مثلا، صحيح طلعني تو لارج، ولكن ما زالت المشكلة عندنا هنا. ازاي انا اقدر احل هذه المشكلة؟ اجي برضو هنا واقول if error if error if error ممكن اقول please enter small number. واقفل القوس بحيث لو دخلنا بعد كده اي رقم نكون عالجنا الايرورز اللي عندنا ويظهر بشكل مظبوط. شكرا لكم والى اللقاء في فيديوهات قادمة.